بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. الزول في اللون ايستما ان شاء الله فيديو تاعي تاع اليوم يلقيكم بخير وعلى خير. حبيبتي اللي دخلت معنا جديدا مرحبا بك حبيبتي في القناه، واللي مازال ما اشتركتش في القناه تضغط على زر الاشتراك هكذا باش يوصلك كل جديدي ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا البنات يعني راني نشارك معكم واحد الفلوغ بزاف شباب وتحويسه بزاف شابه، واول فلوغ معايا بعد الغياب ديالي، ورايحه نشارك معكم واحد الوصفه بزاف هايله تاع البيتزا، يعني عجينه بزاف هايله تسلك. مام البيتزا اللي نهار اليوم رايحه نطيبوها في المقله ماشي في الفرن، تجيكم يعني ما شاء الله. هنا درت كما راكم تشوفوا 3 كيلات فرينه، درت مغرفه كبيره تاع الخميره الخبز، ومغرفه كبيره تاع السكر، ومغرفه صغيره تاع الملح، ودرت هنا ربع مغارف كبار تاع زيت الزيتون، وانتم تقدروا ديروا الزيت العادي. ورايحه نلم العجينه ديالي بالحليب الدافي، وانتم اللي تحب تلم العجينة تاعها بالماء الدافي تقدروا تضيفوا ربع مغارف كبار تاع الحليب بودرة، يعني لحظة تقدروا تديروا ربع مغارف كبار تاع اللحظة وتلموا بالماء الدافي، ولا ديروا كيما هنا لموها مباشرة بالحليب هكذا باش تجيكم العجينة تاعكم خفيفة، وتطيبوها كيما قلت لكم في المقلاة مباشرة، ما ريحاش تطيبوها في الفرن، يعني تجيكم ما شاء الله. هنا من بعد ما درت كامل المقادير ديالي في البيتخان، نتوما كيما قلت لكم تقدروا تعجنوها باليد، يعني عادي انا درتها بالبيتخان باش نسلك روحي. هنا راني نعجن في البيتخان كيما راكم تشوفوا. بالنسبه للصوص تاع البيتزا سبق درتها معكم ديجا في القناه، هنا درت البصل ثوم وطوماطيش، ودرت هنا فلفل كحل، ودرت سعيطره، وريح نضيف فلفل العكري، ونضيف الملح، ونخلي كلش يتقلى مع بعض كيما راكم تشوفوا. العجينه تاعي خليتها هكذا يعني دهنت البول ديالي بالزيت، وحطيت العجينه تاعي تاع البيتزا، وغديتها عفوا بالسيلوفان، وخليتها ترتاح هكذا باش تطلع معنا. هنا من بعد ما ارتاحت العجينه كيما راكم تشوفوا يعني طلعت ما شاء الله، تجيكم يعني ما شاء الله بزاف هايله البنات. جربوها وتشوفوا يعني السر ديالها، كي شغل ديروا بيتزا تاع المطاعم يعني تجيكم بزاف هايله. فوالا البنات هنا من بعد ما كسرت الخميره للعجينه ديالي درت هنا ديبول كيما راكم تشوفوا تاع البيتزا، وجات هنا لاصوص ديالي من بعد ما طيبتها. هنا درتها بذوق يعني الزعتره، يعني تعطي له واحد البنه بزاف هايله. فوالا البنات هنا العجينه ديالي غطيتها، ولاصوص ديالي راهي واجده، وحضرت هنا الطون، وحضرت ثاني الفخوماج، فخوماج شيدار، وحضرت الزيتون، وانتم تقدروا ديروا اللحم المفروم كيما تقدروا ديروا الدجاج، يعني الحاجه اللي تحبوها تقدروا ديروها البيتزا ديالكم. هنا بديت طيبت وحده كيما راكم تشوفوا، تجيكم يعني ما شاء الله خفيفه خفيفه بسم الله ما شاء الله بزاف هايله. وراني نكمل يعني العجينه ديالي تاع البيتزا، نحل الدوائر اللي نحبوها كبار صغار كيما تحبوا، ونحطهم مباشره في المقله. درت زوج مقلات هكذا باش نسلك روحي شويه، درت زوج مقلات نطيبهم في جهه، نقلبهم كيما راكم تشوفوا. من بعد رايحه نحط لاصوص ديالي تاع البيتزا فوالا كيما راكم تشوفوا هنا. من بعد نضيف فوقها لطون ديالي، ولا حبيتو اللحم المفروم طيبوه بشويه بصل وفلفل كحل وشويه ثوم ثاني يعطي لكم واحد البنه بزاف هايله، ولا بالدجاج ثاني كيف كيف طيبوه وتفتتوه كامل، وزينتهم هكذا بشويه فخوماج شيدار ولا الفخوماج اللي تحبوا تاع البيتزا والزيتون. هذه هي البيتزا تاعي كما راكم تشوفون، ان شاء الله البنات تجربوها وتردوا لي، تقدروا تحضروها وديوها معاكم البحر ولا البيكنيك، يعني حاجه سهله تقدروا توجدوها بالخف بالخف. دائما انا نجيب لكم الوصفات بسرعه بسرعه. هذه هي الوصفه لنهار اليوم حبيبتي، نخليكم تشوفوا باقي الفيديو بدون مونتاج. حبيباتي الغاليات ما تنسونيش في اللايكاتكم وتعليقاتكم الرائعه والبرتاج مع الاحباب والاصدقاء، والى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله. السلام.
جاوني هو مال طوكسي تركيان عاتيكا.